بعيدا عن الدخل الكافي للعاملين في القطاع الزراعي وتحديدا في جني محصول الموز، تجد شريحة كبيرة من الشباب فرصة جيدة في الحصول على عمل في هذا القطاع. وكواحد من العاملين بالأجر اليومي، اعتاد مكسيم على العمل وإن كان شاقا بعد أن وجد فيه خيارا يضمن له دخلا يوميا مناسبا. العاملين الكثير من الشباب فيه لا احتواءهم للمنطقة والدخل الأسري للشباب، فإحنا العاملين فيه يعني لنا فترات طويلة فيه اللي إحنا اللي بدون عمل، فهذا دخلنا يعتبر رئيسي الآن، ما فيش أي وظائف. تقول تقارير الرصد الزراعي في مكتب الزراعة بمحافظة أبين إن زراعة الموز تشكل ما نسبته 70% من مساحات الأراضي المزروعة في دلتا أبين، كما تتحدث عن انحسار كبير وتراجع واضح في الانتاج المحلي لفاكهة الموز وتلف الكثير من المزارع بسبب الحرب. بالنسبة يعني المردود الموز تعرفوا الآن مادة الديزل ارتفعت، وحاليا في الأسواق يعني السعر مرتفع وغير موجودة، يعني غير موجودة في الأسواق، تمام، مما يعني هذا أدى بكثير من المزارعين إلى قلع أشجار الموز يعني في المنطقة. تقلص المساحات الزراعية وانتهاء الكثير من المزارع في محافظة أبين كان انعكاسا للوضع الذي تعيشه البلد، خصوصا ارتفاع أسعار المشتقات النفطية للحد الذي فاق القدرة الشرائية للمزارع. لو تحسب الديزل يعني الآن البرميل يكلف 70,000، والسماد من 30,000 ومن 25,000، وعامل ما فيش الابر نزفت، اضطر ان تحفر. وعلى الرغم من تراجع مساحة الزراعة وحجم الانتاج، الا ان زراعة الموز ما زالت تحتل النسبة الاكبر من المنتوجات الزراعية، لما تمثله من مصدر رئيسي في توفير الدخل لمئات الاسر، لما يمثله محصول الموز من رفد اساسي للسوق المحلية وانعاش للاقتصاد المحلي. لطفي ابراهيم، قناة بلقيس، أبين.